السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا طبق السردين الكواري بالبصلة، كيجي واحد الطبق جديد وجد مميز، واحد اللذة جد مختلفة. وكيجي هذا السردين البنين، بنين بزاف، وحتى اللي عمره ما كان السردين هذا الطبق كيجي بنين، وكيولي دائما كيجربوا اللذة اللي فيه رائعة، خصوصا بعد الإضافات اللي غتخلي كيجي بنين. يتبعوا معايا المراحل خطوه بخطوه حتى الاخر. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم، خرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. الان نحضر واحد الطبق جد مميز، كيجي لذيذ وبنين، سردين بالبصله، هيجيكم عجيب جدا. يتبعوا معايا المراحل خطوه بخطوه ويصبح من عندكم معتمد. بالنسبه للبصله كنحتاجوا تقريبا عندي هنا كيلو مقطع على الشكل شنين فات، هنا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال القزبر الحبوب اي القزبر اليابس، جوج معالق كبار تاع القزبر المدنوس، ثلاثه الفص تاع الثوم، الزيت اللي تزين عندنا، الحامض مرقد والحامض مرقد اللي بالطريقه ديالو يلقاه في رابط اسفله. السودان بالنسبه للسودانيه هذا اختياري، نص يعني نص معلقه صغيره حسب الذوق اللي بغات يبغي الحرور، يمكن يضيف كثير كثير. هنا معلقه صغيره تاع الفلفله الحلوه اي التحميره، نص معلقه ديال الابزار. بسم الله. كناخذوا هذا المخلط كندوروا فيه هذه البصله، كنديروا فيها واحد شويه ديال الزيت، بسم الله غير شويه ما كنكثروش بزاف، وكندير واحد القليل من الملح شويه كذلك، ملح هو شويه، لان ما نسوش بان الحوت راه مالح. كيجي الطبق مميز وكيجي لذيذ بزاف. من بعد كنحس لا تسخن المقله، كنقصوا على النار، كنتركوا هذه البصله حتى تتبان لينا. بسم الله. الان كناخذوا كفته ديال السردين. بالنسبه لهاد الكفته ديال السردين راه سبق لي حضرته وكيفاش التنقيه ديالو، واللي بغاه الطريقه بالنسبه للمبتدئين يشوف الرابط اسفله، يلقى في الرابط اسفله. انا ما بغيتش نعاود نفس الشكل لان باش ما يجيناش الفيديو طويل. الان غادي نحطوا هذا الشكل، طحناه بعد ما نقينا، كذلك كناخذوا مصير ها هو قطعنا على هذا الشكل رقوق، كيجي الاكله راه كتجي واحد اللذه لا تقاوم، بنينه صدقوني. هنا عندنا الكمون، السودانيه، واللي بغى يكثرها يجي كتجي. بالنسبه للسردين كيبغي بزاف الحوت الحار، الحار الثومه بعد ما وصلناها انتم هذا الشكل، الخرقوم، كنجو جميع المكونات، بزار طبق مميز طريقه مختلفه لكنه كيجي. هذه التحميره في الفلفل، هذا قزبر حبوب، قزبر مدنوس جوج معالق كبار، وغنضيف واحد الاضافه، هذه الاضافه سمن بلدي حار، هذا اللي بغاه، ولكن كيجي صدقوني واحد اللذه بنينه بزاف. اللي متوفر عنده يديرو، اللي ما متوفر عندوش ما يديروش. الان كنبجو الكل وما كنديرش الملحه، كيف ما تلاحظ بان السردين راه مالح، مصيف كذلك راه تيكون مالح. كنبجو المكونات، كنبجوهم مزيان، بعد ما تنبجوهم من الافضل نضعها في الثلاجه حتى توقف لنا مزيان، وكتشرب هذاك القوام مزيان هاد الشرموله. بسم الله. بعد ما مزجنا هاد العطريه مع الكفته كتجي بنينه لذيذه بزاف، وكنوضعها في الثلاجه تقريبا على ما تذوب لنا وتطيح البصله، كنوضعها كذلك باش تتوقف لنا شي شويه. بسم الله. هانتوما كتلاحظوا البصله بدات تذبل، كنحركوها، ما ضفنا ليها لا ما غير الماء ديال البصله اللي تلقات، وصبحت على الشكل، وتنتركوها حتى تتعسل لنا هاد البصله، كتجي لذيذه بزاف وبنينه. كذلك نحركوها نعاود نغطي عليها. بسم الله. هانتوما كيف ما تلاحظوا بعد ما تعسلات لنا البصله على هذا الشكل، راه ما ضفنا ليها لا ما لا اي شيء، كنضيفوا عندنا هنا نص معلقه ديال السكنجبير، ها هي نص معلقه ديال الخرقوم، واحد جوج عويدات ديال القرفه، كنجو الفرن على هذا الشكل، كنضيفوا واحد شويه ديال الزيت، شويه كنكثروا، كنجو هاد المكونات مزيان، كنضيف معلقه ديال السكر، معلقه صغيره، اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش، اللي بغى يدير العسل يضيف العسل حسب الذوق.
بالنسبه لهاد السكر كتجي واحد المده بنينه بزاف غير جوج كل هذا الشكل كتنرجو. بسم الله. بعد ما دخلنا هاد المكونات كنغطيو عليها وكنتركوها حتى تعسل مزيان وكتعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. بسم الله. بعد ما تعسلات ونعسلها مزيان كناخدو هاد الكاس ديال الماء وكنصبو وكنتركوه حتى تيغلى لينا مزيان باش نوضعو من فوقو الكفتة ديال السدين. نغطيو عليه. بسم الله. بعد ما غلات لينا البصلة على هذا الشكل كنطلقوا النار عاليه وكنوضعوا الكفته هذا الماء كورناها دائما الشكل اللي بغيتو. يمكن يكور ربما يكون على شكل اصابع حسب الذوق ديالكم. من بعد كنديروا الكفته المقلاه كنقصوا عليها النار وكنطلق هذه الكفته كتطلق لينا مزيان كطيب على خاطرها. الاول كتكون النار عاليه مجرد ما كنوضعوا الكفته كاملها كنحاولو نحسو النار. بسم الله. بعد ما وضعنا الكفته كنغطيو عليها وكنطلقو على نص النار ما مجهداش بزاف ما ناقص بزاف تقريبا متوسطه شبه متوسطه. بسم الله. بعد ما طبقنا الكفته من التحت كنحاولو نقلبوها القلبين بلاتي هي الاحسن. كنقلبوها كنتركوها تطيب لينا ونقدموها. بعد ما قلبناها كنتركوها تطيب لينا وكتشحر حسب المرق اللي بغيتو. بغيتو فيها المرق كتركو بيت تشحر وكتشحر وكنقدموها. بسم الله. بعد ما طابت لينا الكفته الان غادي نحاولو نقدموها. الطبق كيجي رائع ولذيذ بزاف صدقوني وجربوه كيجي واعر بزاف ويحبوه ولادنا. الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا بعد ما زيناه بالزيتون والحامض كيجي على هذا الشكل كيجي رائع ولذيذ لذيذ بزاف وبنين. كنتمنى يعجبكم غادي يعجبكم هي جربوه وبارطاجيه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.